أينما كنتم مشاهدينا الكرام في كل مكان، سلام الله عليكم ورحمة وبركاته. وهذه حلقة جديدة من ملفات التحقيق. من هنا من إحدى ساحات الموت تبدأ أحداث هذه القصة. ظاهرة تؤرق مجتمعنا وخطر يهدد أرواح شبابنا. شاب متهور يصوب سيارته إلى مجموعة من الجماهير. لعبة الموت كم فجرت من جروح وكم أزهقت من روح. إنها مسرحية الانتحار في شوارعنا. وفي هذه الساحة من ساحات الموت يسقط أحد الشباب بدمائه. لماذا سقط هذا الشاب؟ وما الذي أسفرت عنه أحداث هذه القضية؟ دعونا نتابع وإياكم أحداث هذه الحلقة. الأمن أحمد مبارك، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. بلاغ عاجل من أحد المستشفيات يصل إلى مركز الشرطة. شاب وصل إلى المستشفى وقد فارق الحياة بسبب تعرضه لطلق ناري. على الفور ينتقل المحقق وأعوانه إلى المستشفى لتبدأ رحلة البحث عن الحقيقة. لا حول ولا قوة إلا بالله، إنا لله وإنا إليه راجعون. بعد تلقي البلاغ انتقل المحقق وأعوانه إلى المستشفى لمعاينة الجثة. وبالوصول إلى المستشفى تم اتخاذ كافة الإجراءات المتعلقة بمعاينة الجثة والتحقق من هوية الشاب وجمع المعلومات الأولية عن الحادث. اتضح أن المتوفي شاب في أواخر العشرينات من عمره، تعرض لعيار ناري من سلاح نوع رشاش وفارق الحياة قبل وصوله إلى المستشفى. وكان التشخيص المبدئي أن الشاب تعرض لعيار ناري من مسافة بعيدة. اجتمع الشباب في ساحة الموت. بدأ المفحطون باستعراض حركاتهم المميتة في الساحة. سيارات تستعرض بسرعات جنونية وحركات قاتلة. عسى ما شر يا ناد، ايش فيك؟ اوف، هذا عبيد واللي معه مسوين انهم طارات ومسوين بتحدون. يا رجال، عبيد وعبيد، عبيد هذا ترى درباوي، ما هو قدك ولا يتحداك ولا يحط راسه براسك. عليك منو؟ افا عليك، افا عليك يا ناد، يخسي وراسك يشم الهوى، افا عليك بس. انا ادري الراس يشم الهوى، لكن الكفرات ما فيها هوى. اي كفرات؟ يا اخوي حقت الونيت الابيض المسروق اللي معي. وش فيها الكفرات؟ يا أخوي أنا دخلت الساعة أمس وفجرت أمه تفجير، وعبيد هذا والعيال اللي معه يبون يدخلون الساعة بكرة ويفجرون. قسما بالله ثم قسما بالله، لو عندي كفرات أني لأدفنهم دفان وأعلمهم من عناد. عفو عليك يا عناد، لا يضيق صدرك وأنا أخوك، كفراتك موجودة عندي الذيب وجديدة بعد. من وين؟ عفو عليك يا عناد، إن أخوي أخذنا موتر بكبرة، ما نجيب لك كفرات، نبي نجيبها لك بشر بعزك يا أبوي. كفو يا ذيبان، كفو يا عيال، بيض الله وجيهكم. تستاهل يا عناد، ولا يهمك. يهمك يا أخو، كنا معك طال عمرك في الخير والشر. كفو. عفو عليك بس. ايش رايكم في الخشة يا عيال؟ والله يا عبيد خشة بنت كلب. والله خشة كل يسولف فيها، بس الخشة اللي اليوم نبيها شيء رسمي، لأن الناس مع عناد يتكلم ويقول إنه بيتحدى. أي عناد أي خرابيط، والله ما قام عندي ولا قاعد ولا حرك شعرة براسي. ما عليك منه يا عبيد، والله ينخش عناد ذا لنهينه ونرمي بالنعال بعد، وش تبي يا رجال؟ لا تشيل همه، أقسم بالله أن دجاجة انصقعه ما عنده إلا الهياط. كافو يا عيال كافو، خل عناد يجي اليوم ويجرب، والله لا ادفنه.
السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. أخوي سيارتنا مبنشرة هنا قريب ونبي كفرين جدد. تفضل موجود، وش النوع اللي تبيه؟ نبي 16. موجود. محجم 16 بس أهم شيء تكون الكفرات ياباني أصلي. موجود. تنزلنا بقراطيسها خلها جديدة مو بيكون تاريخها استكات القديمة. لا نبي 2015 الجديدة. أي نعم. سيارتنا هنا قريبه، بروح اركب الكفرات وامر الصراف اسحب فلوس واجيك احاسبك. طيب وخلي الرجال هذا عندك. واذا ما جاب الفلوس؟ كيف ما اجيب الفلوس يا رجال؟ هذا اخذتك موجود عندك. انا موجود يا ابن الحلال، فلوسك تبي تجيك، دراهمك بتجيك. روح خلصنا ابن الحلال، اسحب له بالصرافه وانا بكون عنده لين تجيب فلوسك. نزل الكفرات. نزلنا الكفرات، بتجيك فلوسك ان شاء الله. موجوده، تفضل. اصليه مضبوطه. مضبوطه ما يحتاج. استطاع هؤلاء الأشقياء أن يستغلوا سماحة بائع الإطارات ويوهموه بأن صاحبهم سيدفع له الحساب، فيما كانوا يبيتون النية للاحتيال عليه بطريقة دنيئة. قلت يا عيال انكم كفو وذيابه، بس طمنوني عسى الكفرات طيبه. الكفرات اصليه وعلى الضمان. صدقونا يا شباب نسينا ناخذ الضمان، هيا نروح نجيبه. المهم يا عناد ما عاد لك عذر، وبكره نبي خشه على كيف كيفك. ابشروا بعزكم والله يا عيال، بس من يبي يعزز لي؟ انا بعزز لك. كفو كفو. ومن يبي يصور؟ كلمت لك ابو سراب وبكره هو عندك. والتوجيه عندي أنا، في جوالي حافظ 1000 رقم بالقرب عندي، أرسلهم واحد واحد. بس تكفى يا عناد، أبيك تبيضها، أبى أجيب لك جمهور كبير، بيضها وأنا أخوك. دامك بتوجه، وجه من الحين. أبشر والحين أرسلهم، أفع عليك بس. أبشروا أبشروا بعزكم يا عناد، إن شاء الله نبيضها. وفي صباح اليوم التالي كانت الساحة تغص بالمتفرجين، حيث كان الموعد المنتظر بين الشابين المتهورين ومن يقف وراءهما من الشباب المغامرين بأرواحهم في ساحة الموت. وبدأ التحدي بهذه الحركات المميتة في مغامرة بالأرواح، ولا مبالاة بما قد يحصل من كوارث جسيمة في ظل هذا الوضع المنفلت. ازداد الوضع سوءا بعد أن شعر عناد بالإهانة، دفعه تفكيره المتهور ووضعه المتوتر إلى الاستعراض بسلاحه الناري لعله يعيد له شيئا من كرامته والتي أهينت بقذف الجمهور له بالأحذية. انفلت زمام الأمور، وكان الرد بالمثل من عبيد بإطلاق عدد من الأعيرة النارية، وفي لحظة غادرة ينطلق أحد الأعيرة النارية الطائشة
أبي جبريل. يستقر في رأس أحد الشباب المتجمهرين، فينقلب المشهد من طيش وغفلة إلى قتل نفس بريئة. قام بعض الشباب المتفرجين بنقل الشاب المصاب إلى المستشفى، ولكن كان القدر أسبق من الجميع ليلفظ الشاب أنفاسه الأخيرة ويسلم روحه إلى بارئها قبل الوصول إلى المستشفى. لا حول ولا قوة إلا بالله، إنا لله وإنا إليه راجعون. بعد أخذ المعلومات الأولية عن سبب الوفاة، انتقل المحقق وأعوانه على الفور إلى مسرح الجريمة. وبالوصول إلى الموقع اتضح أنه منطقة مفتوحة خارج حدود المدينة، غير مأهولة بالسكان، يتجمع فيها بعض الشباب لممارسة التفحيط في بعض الأوقات. لاحظ المحقق وأعوانه وجود ظروف فارغة متناثرة في مسرح الجريمة، فجرى رفعها وتحريزها من قبل الخبير الأدلة الجنائية تمهيدا لنقلها إلى معمل فحص الأسلحة لإجراء الفحوصات اللازمة. شهدت القضية غموضا كبيرا في أحداثها الأولى، نظرا لتعدد مصادر إطلاق النار في الساحة وكثرة أعداد الشباب المفحطين والمتجمهرين واستخدام أكثرهم للألقاب المجهولة دون أسمائهم الصريحة، فيما كانت المعلومات المستقاة من مقاطع الفيديو المسجلة مبتورة وغير مكتملة. بدأت رحلة البحث في أوساط الشباب الذين كانوا حاضرين في ساحة التفحيط قبل وقوع الجريمة. هلا، كيف حالك؟ حياك الله. أنا ما قلت لك إن طلعت من السجن لا أشوفك في ساحات التفحيط؟ أنا طال عمرك تركت التفحيط خلاص. أنت ما فحطت بس جاي تتفرج. أنا جيت ساحة التفحيط بعدين مشيت. من اللي كان يفحط في ساحة التفحيط؟ ها؟ يا عبيد، روّق يا عبيد. وشون أروّق؟ وشون أروّق عقب اللي صار؟ يا حبيبي يا عبيد، لازم تروّق، لازم تروّق عشان تحل المشكلة. ما روّقت والله ما تحلها أبد. والله ما ظني تلقى لهالمشكلة حل. أنا ذبحت الرجال بيدي. بسيطة يا عبيد، هون هوتون يا عبيد. أي بسيطة، أي بسيطة يا ابن الحلال. أنا من صارت لي هالمشكلة وأنا متعذب ليل ونهار، وكل ما أمشي بالشارع أتخيل حكايم وبحث، حتى في نومي، حتى في نومي يشوف الرجال يجيني ويقول لي ليش تذبحني. طيب وش السوات الحين؟ والله ما ادري، مرات اقول يا رجال سلم نفسك وارتاح، لكن ما هو عبيد اللي سلم نفسه. اجل وش تسوي؟ ابهرب من الديرة كلها الين ما ربك يفرجها. الله يستر. تم استجواب عدد كبير من الشباب الذين ظهرت صورهم في مقاطع الفيديو. شوي شفنا تفحيط، سمعنا اطلاق نار، شوي قلنا مشينا حركنا، ما نقدر نجلس، لما وضع كان يخوف صراحة. طيب شفت شيء، سمعت شيء بعد اطلاق النار؟ كان ذكرت كان في واحد كذا يجري ويصرخ ويقول عبيد جاب العيد، بس صراحة ما عرفت وش يقصد. من اللي يقول الكلام ذا؟ والله صراحة ما أعرفه. طيب لو شفت شكله تعرفه؟ اي ممكن اذكر شكله. انت متاكد انه دائما يجي المقهى هذا؟ قام رجال التحريات والبحث الجنائي بتكثيف تحرياتهم في عدد من مواقع تجمعات الشباب بحثا عن المزيد من المعلومات والحقائق. هذا هو اللي يقول عبيد جاب العيد. اكيد؟ اي متاكد. نايف. ما
بس انت يا نايف كنت موجود وقت اطلاق النار. لا انا قلت لك اول جيت لكن ما طولت مشيت. يا نايف مين اللي اطلق النار؟ ما ادري عن شيء. ما تدري عن شيء؟ قلت لي ما تدري عن شيء. طيب ابغاك تعطيني رايك بدا الفيديو. عبيد جاب العيد. وش تقصد بذي الكلمة؟ إذا ما ودك تتكلم براحتك، مع أني متأكد أنك تتكلم، لأنك لو ما تكلمت بيتكلم واحد من الشهود وبتصير لك جريمة التستر على مجرم. توجه الاتهام إلى اثنين من المفحطين. الأول مفحط مشهور كان يقوم بالتفحيط في الساحة على سيارة بيك أب، شوهد وهو ينزل من سيارته بعد التفحيط ويطلق النار من سلاح الرشاش ثم لاذ بالفرار. وأما الثاني فقد شوهد في سيارة أخرى وهو يطلق النار في الساحة من سلاح آخر، وعلى الفور جرى التعميم بالقبض على المتهمين لاستجوابهما في القضية. وبعدين؟ وبعدين طلعت رصاصة وشفت القتيل طايح بالأرض. علشان كذا كنت تقول عبيد جاب العيد، صح؟ إيه صح. تمكن رجال التحريات والبحث الجنائي من الوصول إلى معلومات هامة تم من خلالها تحديد هوية من مارس التفحيط في الساحة قبل وقوع الجريمة، وهما شابان من فئة تسمى الدرباوية، والفئة هذه منبوذة من المفحطين ينتهجون العنف وتعاطي المخدرات والعلاقات الشاذة واستخدام الأسلحة النارية. يا عناد الحكومة قالبين الدنيا عليك وعلى عبيد. يا أخوي والله ما أدري، كلها من ذا النذل العبيد اللي يطلق النار على عماها وجاب العيد. يا عناد يا أخوي ترى لا تنسى بعد أنت نزلت وطلقت النار بعد مثله. ها شوف الغبي ذا، يا أخوي أنا ما طلقت النار على أحد، أنا طلقت في السماء عشان الناس اللي رموني بنعول عشان أخوفهم، أنا ما ذبحت الرجال. يا أخوي طيب وش بلا ما تروح تسلم نفسك عشان نلملم الموضوع وما يكبر يا أخوي ونطيح في سين وجيم. والله ما سلم نفسي وأنا عناد. ولا ده السلاح ما هم مع رجال. وعبيد وينه هالحين؟ ما ادري عنه قلعته، يقولون مختفي من يوم ما سوى الجريه. اشربوا بس اشربوا. اسفرت جهود البحث والتحريات وافادات الشهود عن جزء من وجه الحقيقه. ها وينك؟ في الشقه اللي انت خابرها ما غيرها. لا والله سلامتك، بس اذا حولك سقاره تدفني الله يطول عمرك. عطى خير. هلا هلا حبيبي هلا. من باء اثنين لباء واحد، من باء اثنين لباء واحد، تم رصد الموقع بناء على الاحداثيات، وشوهد الشخص المطلوب يتوجه الى الداخل وهي عباره عن شقق مفروشه. شهد الشخص المطلوب قبل لحظات يتوجه إلى الداخل. تعليماتك. بعد اكتمال كافة المعلومات صدر التعميم العاجل بالقبض على المتهمين الهاربين في القضية، وبعد مراقبة ومتابعة دقيقة تمكنت فرق التحريات والبحث الجنائي من تحديد موقع اختفاء الأول في مدينة أخرى تبعد 400 كيلو عن موقع الجريمة. تم تحديد ساعات الصفر، ونظرا لما توفر من معلومات مؤكدة تفيد أن الجاني يحمل سلاحا ناريا بحوزته، كان لابد من مراعاة عنصر المفاجأة في العملية ليتم السيطرة على الهدف بطريقة آمنة وفعالة.
تمت المداهمة والقبض على المتهم بإحدى الشقق المفروشة، وعثر معه على سيارة مسروقة وسلاح وعدد من الطلقات النارية. طيب يا عناد، أبغاك تقول لي وش اللي صار وبالضبط. كنت أفحط على ونيت بكاب أبيض، وكان في بعض الجمهور يرمون على سيارتي بالنعال. هنا أنا ما قدرت أمسك أعصابي، نزلت للساحة وبديت أطلق بالرشاش. فجأة دخل سيارة وكان السايق مطلع الرشاش مع الدريشة ويرمي، وكان عبيد راكب معه وبرضه مطلع إيده مع الدريشة ويرمي بالرشاش. اقترب المحقق من تحديد المتهم الحقيقي والذي قام بإطلاق النار على القتيل في الساحة. أما المتهم الثاني فقد تمكنت فرق التحريات والبحث الجنائي من رصد تحركاته وعدد من رفاقه في منطقة صحراوية تابعة لإحدى المدن وبحوزتهم أسلحة نارية. ونظرا لخطورة وضعهم وحيازتهم للأسلحة النارية فقد تم وضع خطة محكمة للقبض عليهم من قبل فرق متخصصة من قوة المهمات والواجبات الخاصة. وبعد الإنذار والإعذار بدأت المداهمة. الشقي يبادر بإطلاق النار على رجال الأمن، الأمر الذي استوجب الرد بكل حزم. هكذا كانت النهاية، نهاية الطيش والفساد والإجرام. هنا في مختبر فحص الأسلحة تم فحص جميع الأسلحة التي تم ضبطها مع المتهمين ومقارنتها بآثار العيار الناري الذي تم استخراجه من جثة القتيل. أثبت تقرير مختبر فحص الأسلحة أن آثار المقذوف الذي تسبب في مقتل المجني عليه مطابقة لبصمة السلاح الرشاش الذي عثر عليه بحوزة المتهم الثاني. طبعا كان هناك حادث إطلاق نار في أحد ساحات التفحيط، وبطبيعة الحال تجمهر ناس كثر، ونتج عن هذا الحادث إطلاق النار وفاة أحد الأشخاص وهروب الجناح. بالتالي تم الانتقال للموقع وتم رفع ظروف الفارغة الموجودة في مصر الحادث ونقل الجثة إلى المستشفى واستخراج المقذوف الناري من قبل الطب الشرعي. وبالتالي تم رفع جميع هذه الأدلة الموجودة في مصر الحادث إلى المختبر فحص الأسلحة والآلات، واللي هي عبارة عن ظروف فارغة ومقذوف ناري، واتضح أنها جميعها من عيار واحد، واتضح أن الظروف الفارغة هذه مرفوعة جميعها أيضا مطلقة من سلاح ناري واحد. مررت هذه طبعا المعلومات جميعا هذه الجهات التحقيق. أثبت تقرير مختبر فحص الأسلحة أن آثار المقذوف الذي تسبب في مقتل المجني عليه مطابقة لبصمة السلاح الرشاش الذي عثر عليه بحوزة المتهم الثاني. وبعد تطابق الأدلة والقرائن مع أقوال المتهمين وإفادات الشهود،
تم إحالة المتهم الأول وبقية المتهمين إلى القضاء الشرعي ليلقوا جزاءهم العادل. ظاهرة التفحيط مثل ما يعني ما هو معروف عندنا في المملكة العربية السعودية تنتشر بين فئات الشباب وطلبة المدارس والعاطلين عن العمل، في الغالب انهم يكونون غالبا من صغار السن. الهواية هذه الحقيقة عادة ما يصاحبها بعض الممارسات الشاذة، وهذه الممارسات عديدة، يعني المجال صعب ان نحصرها، ولكن من ابرزها ترويج المخدرات والممنوعات. فهذا الحقيقه يعني يتطلب منا كاولياء امور كاسر ان يعني بالدرجه الاولى نوعي ابنائنا، ما نشجعهم على الذهاب مثل هذه المواقع، مجرد انهم يتجمعون يشجعون على ممارسه مثل هذه العمليات التفحيط، لانه الشخص اللي فحط اذا ما حصل جماهير تتفرج عليه ما راح يقوم بعمليه التفحيط. فمن البداية يعني دور الأسرة كبير على أساس أنه نحافظ على أبنائنا. أيضا في دور ثاني علينا يعني مجتمع، تعاون مع الجهات الأمنية يعني في الإبلاغ عن مثل هذه الممارسات. دائما المفحطين يتجهون لمواقع تكون بعيدة عن العمران أو بعيدة عن السكان، فيجب علينا كأولياء أمور نتعاون مع رجال الأمن في الإبلاغ عن مثل هذه الممارسات، لأنه إذا كان فيه تواجد أمني حتماً حتزول مثل هذه الممارسات. ودائماً الشباب يعني فئة المفحطين يتجهون مواقع بعيدة عن المدينة، فمجرد وجودهم في المواقع هذه وفي غياب أمني يسبب مشاكل كبيرة، فيجب علينا نتعاون جميعاً لتواجد رجال الأمن في المواقع هذه لمنعهم من ممارسة هذه الهوايات الغير محببة الحقيقة. بالنسبة يعني ما يترتب على وجود مثل هذا الشباب في الساحات هذه أماكن التفحيط، أنه قد يحدث أحيانا عملية إطلاق نار من بعض الأشخاص، وهذا الإطلاق النار ممكن يتسبب في وفاة أي شخص، فهذه من ضمن الأخطار الحقيقية اللي موجودة. فيجب علينا انه يعني نتاكد دائما من انه من عدم يعني ما نسمح بحمل مثل هذه الاسلحه بشكل عام، لانه مجرد حملها يعني قد يوقع يعني الشخص في جريمه، وحتى لو ما يقصد لكن في حدث معين قد يستدعي انه يستخدم اطلاق النار، وبالاخص يعني لما يكون يعني شاب صغير بالسن ما يعرف عواقب مثل هذه الامور. ظاهره مؤلمه تفتك بأرواح شبابنا، أعمال مرعبة لكنها عند بعض شبابنا مجرد لعبة، إنها لعبة الموت. شاب متهور يغامر بروحه التي يحيا بها وحواسه التي يشعر بها وأطرافه التي يتحرك بها. لعبة الموت كم أزهقت من روح وكم فجرت من جروح. إنها مسرحية الانتحار في شوارع العاقل أن يقتل نفسه أو يشل جسده. ظاهرة التفحيط مفتاح لجرائم متعددة، من سرقات وأخلاقيات ومسكرات ومخدرات. ما إن يدخل الشاب عالم التفحيط إلا ويتعرف على مجموعة من المنحرفين يفتحون له أبوابا من الشرور. أسر تئن بسبب هذه الظاهرة السيئة. كم تسبب المفحطون في معاناة آبائهم وأمهاتهم وأفراد أسرهم، حوادث شنيعة بسبب قيامهم بالتفحيط، وسمعة سيئة للأسرة بسبب كونه مسجونا أو مطلوبا للجهات الأمنية. ويبقى السؤال، إلى متى يا شباب؟ إلى متى؟ مشاهدي الكرام، وأنا أعلن لكم عن إغلاق ملف هذه القضية، يؤسفني جدا أن أعلن تأجيل الحكم فيها، فالمتسبب الرئيسي في جريمة القتل أفضى إلى ربه، وسيقف هو والقتيل في محكمة إلهية عادلة. أما نحن فليس لنا في هذا المقام إلا أن ننادي من بقي من شبابنا الأحياء، يا شباب ما دمتم أحياء اتقوا الله في أرواحكم وأرواح أهليكم وأرواح أبناء وطنكم. في الختام تقبلوا مني أرق تحية، ولنا في الحلقة القادمة قضية. We'll be right back.
يا أخي نفسي أعرف من وين تجيب ذا الأفكار. ما يحتاج. هذا شخص مهم جدا، مهندس عربي وكان يشتغل مع عصابة برا البلد.